أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سورة الزلزال مدنية یہ سورة مدینہ میں نازل ہوئی اس میں آٹھ آیتیں اور ایک رکوع ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره.